قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات في تصريحات خاصة للغد المشرق إن العجز الكهربائي في المحافظات المحررة سببه التزايد العمراني وزيادة عدد السكان سنويا. حقيقة الحديث عن العجز والتوليد في المحافظات المحررة يضعنا أمام مشكلة كبيرة جدا، نحن دائما نحاول أن نبحث لها عن حلول، لأنه في الحقيقة الطلب على خدمة الكهرباء وعلى التيار الكهربائي يتزايد بشكل كبير جدا مع التوسع العمراني الموجود ومع زيادة عدد السكان في المحافظات المحررة، فنلاحظ أنه سنويا تزيد الأحمال، وفي المقابل أن التوليد لا زال بقدراته القديمة، وهذا يشكل عبء كبير على المؤسسة.